جاياردو. جاياردو عفوا جاياردو. جاياردو سيدخل وسط في وسط الميدان، ومن المنتظر انه ياخذ مكان ايمار. طبعا الكلام يبقى للمدرب زانيتي. زانيتي في وضعيه وسط ميدان. اورتيغا وتعود الكره، تحضير للتصويب، لكن التغطيه موجوده. شوف الكثافه الدفاعيه من سيلفا، ماريو سيلفا. ترجع بالراس من عيالة، وده سامويل. سامويل حاليا كلاوديو لوبيز وقفوا في التغطيه. انا اعتقد ان المدرب البرازيلي سيقوم بتغييرات لاعطاء نفس جديد وحيويه وضم جديد للفريق الذي اصبح ايمار يخرج يترك مكانه الى جاياردو. جاياردو لاعب موناكو الفرنسي، يدخل في الدقيقه 18 من الشوط الثاني مكان ايمار. والتغيير امامكم، واللاعب ماورو سيلفا العجوز العائد للمنتخب البرازيلي، والتغيير الذي تحدث عنه الكابتن خالد حسني. اذا البير سيترك مكانه الى اولر مهاجم، مكان مهاجم، مهاجم بايرن ميونخ الالماني امامكم، يترك مكانه الى اولر. لاعب فاسكو دي جاما البرازيلي، وكرة ضيع المنتخب البرازيلي. دقيقة 20 من الشوط الثاني، إذا التغيير الأول. شاهدنا تغييرين خلال الشوط الثاني، إذا هذا هو أولير دخل مكان البير، في حين كنا شاهدنا دخول اللاعب اورتيغا مكان المدافع بلاسنتي منذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني في المنتخب الأرجنتيني، ومنذ الدقيقة 18 دخول جاياردو مكان ايمار. 25 دقيقة توصلنا عن نهاية المباراة، هل يعيد المنتخب البرازيلي ما فعله خلال مباراة الذهاب ويكون المنتخب الوحيد المنتصر على المنتخب الأرجنتيني ذهابا وايابا في هذه البطوله المصغره، رغم ان المنتخب الارجنتيني وضعه افضل الان لانه مترشح ومتاكد من الترشح نفسانيا، وضعيته انسب، لكنه الى حد الان منهزم للمره الثانيه. والمنتخب البرازيلي اورتيغا يخرج كره، جاياردو الى غونزاليس، جاياردو للتحضير، ولا وجود لمخالفه. خروج كره لصالح البرازيل عن طريق كافو. حاليا كافو يحافظ على كورته. كافو الخبره، شأنه لاعب مثل هذا هو روبرتو كارلوس وريفالدو عندما ابعدهم المدرب الثاني اللي اشرف على المنتخب البرازيلي، المنتخب الارجنتيني في هذا الحوار. وتغطيه طيبه من لوسيو، لكن تعود لصالح منتخب الارجنتيني. توزيع وركنيه لصالح الارجنتين، وغونزاليس يسرع لتصويب هذه الركنيه لصالح المنتخب الارجنتيني. قلت لاعبين مثل كافو، مثل ريفالدو، مثل روبرتو كارلوس الى اخره، تم الاستغناء عنهم خلال فتره المدرب. تتنفذ الركنيه وتعود خلال فترة إيمرسون لياو لإخذاء مكان لوكسمبورغو، وتعاد توجيه الدعوة لهم مع هذا المدرب، المدرب سكولاري، كرة دائما أرجنتينية. وضغط واضح خلال 22 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني لصالح الأرجنتين، لكن بدون تسديد، بدون تسديد. وريبالدو، ريبالدو يحافظ على الكرة، إلى
لاعب فاسكو دي جاما الذي دخل من حين. هنري يحضر يحضر يخرج كره، ما زالت كره لصلاح ريبالدو لليمين، فرصه النفساني كافو، لكن تصويبته بعيد. الفرصه الوحيده خلال هذا الشوط الثاني لصلاح المنتخب البرازيلي، وكاني بهم ارادوا ان يؤكدوا ما كنت اشرت له، مرور الكره من ريبالدو الى كافو، هذا ثنائي وروبرتو كارلوس يكون ثلاثي، وتم ابعادهم عن طريق ايمرسون لياو، تعني ما يعني وتعني المشاكل اللي مر بها المنتخب البرازيلي. كره زانيتي، اورتيغا، اورتيغا في حوار مع روبرتو كارلوس، يحاول المرور، يمر ويوزع وتمر الكره، كافو كافو طويله في اتجاه من ترجع مجددا ومخالفه اعلن عليها بصفه متاخره الحكم السويسري، الحكم الدولي السويسري، هي موجوده المخالفه يعاب عنها انها تم الاعلان عليها ربما بصفه متاخره. واللاعب ماورو سيلفا العجوز العائد للمنتخب البرازيلي، اختيار سكولاري على هذا اللاعب، هذا اللاعب لو انا سكولاري الحقيقه لانه نجح في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني رجع البرازيل بسلبياته. شوف ايش قال يا كابتن خالد سكولاري، قال لا تنتظروا مشاهده البرازيل القديم، برازيل اعوام 1958، برازيل عام 1962، وبرازيل عام 1970، بل برازيل من الشكل الجديد البعيد كل البعد عن الكرة الجميلة، والبعيد كل البعد عن اللعب الممتع، عن نحن نعيش الآن. وهذا التغيير الثاني، بومبيتا صاحب هدفين خلال لقاء الذهاب، يدخل في الدقيقة 25 مكان ماريو سيلفا. اذا بومبيتا مكان ماريو سيلفا في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، ويكون التغيير الثاني بالنسبة للبرازيل، تعادل على مستوى التغييرات، لكن البرازيل دائما متقدم على مستوى النتيجة 1-0. وقال سكولاري حتى نكمل الفكرة أنه نحن الآن نعيش كرة قدم في الألفية الجديدة عام 2001، وهي مغايرة تماما عن الكرة القديمة، لأن العديد من الأشياء تغيرت في كرة القدم. وكلاوديو لوبيز، كلاوديو لوبيز يقود الهجوم لصالح المنتخب الأرجنتيني، كرة ترجع لكن الدفاع روك جونيور قائد المنتخب البرازيلي، وركنية لصالح الأرجنتين. ماذا قال أيضا يا كابتن خالد سكولاري؟ قال اللاعب كان عام 1960 يقطع مسافة 6 كيلومترات ونصف كيلومتر خلال المباراة الواحدة، أما الآن فاللاعب يقطع مسافة 13 كيلومتر في المباراة الواحدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الكرة القديمة بالكرة الحديثة. نسكر القوسين ونرجع المباراة، وأترك الكابتن خالد حسني أن يفكر في ربما إضافة شيء من هذا القبيل. لو أن تبريرات وزراء أنا لا أجد لها تفسير وتبرير، لأن لما يصرح سكولاري بنفس هذا الكلام وكأنه يقول للعالم أجمع أن الموهبة افتقدت من البرازيل أكثر ولا أقل. أن اللاعب ليس في 60 كيلومتر أو 40 كيلومتر، اللاعب هي الموهبة، هي السيطرة على الكرة في كل الحالات، والبرازيل هذا المخزون الكروي والإبداع الكروي اللي في كل الظروف أمتع الجمهور العالمي بمعنى ب في كرة قدم خالص، ولكن كل مدرب له فلسفته وله تبريراته وله ذرائعه. ولو أنا البرازيل في الشوط الأول بالرغم من الضغط وبرغم المشاكل التي يمر بها قدم لنا شوط خيالي وممتاز، ومعناه انا واحد من الناس فكرني في البرازيل دريم تيم لعام 1982 اللي تالق في اسبانيا. مخالفة لصالح المنتخب البرازيلي،
المتقدم الى حد الان امام الارجنتين في الارجنتين في بيونس ايرس 1-0. هدف جاء منذ بداية الشوط الاول، مرور كرة بسرعة لكن التغطية جيدة على مستوى الميدان، وهذا ادواردو كوستا تفتك منه الكرة عن طريق ديفاس اورتيغا. اورتيغا وبما كنا شاهدناه خلال مباراة انجلترا والمانيا في تصوير كأس العالم لمنطقة اوروبا واقتراب المنتخب الانجليزي من المنتخب الالماني، وربما توجه او اتجاه نحو الترشح بالنسبة للمنتخب الانجليزي مقارنة بالمباريات اللي تبقت المنتخب الانجليزي تنقص مباراة على على المنتخب الالماني. المنتخب الالماني مش يلعب خارج ميدان، مباراة صعبة فنلندا، كل هذا اللي بيشير على المنتخب الانجليزي قد يضاف الى مجموعة المنتخبات التي تركت انطباعات طيبة مثل المنتخب الارجنتيني مثل المنتخب الفرنسي، والملاحظين ايضا ينتظروا في عودة المنتخب البرازيلي في حالة الترشح مثل ما قال سكولاري. في حالة الترشح ستشاهدون برازيل اخر، وهو يفكر فيما يفكر انه رونالدو يتاكد اموره الصحية وربما تغير العديد من الاشياء، وتشاهدوا ربما برازيل من طراز اخر لانه لاي كاس العالم بدون برازيل. وركنيه وترجع من الدفاع، ما زالت الكره صاحب المنتخب البرازيلي المنتخب الارجنتيني. على كل شيء ما زال قائم الى حد الان، المباراه لم تنتهي. زانيتي ومخالفه ضد ريفالدو، الحكم السويسري مية بسرعه تتنفس جاياردو.